راحك سعيد لطيفة. البنية شحال هادي باش عندها هاد الكزيما؟ هذا تشخيص ديال الطبيب ياك؟ والطبيب اللي شخص انه كزيما؟ كزيما. واخا دكتور عماد، سؤال مهم، شنو تقول الاخت لطيفة؟ فالاخت لطيفة بعدا غادي تستعمل الشامبوانات اللي عطاها الطبيب، لان كيخص واحد الشامبوانات خاصين لهذا النوع هذا ديال الحساسيه، هي نوع من الحساسيه مفرطه ديال الجلد اللي هي الكزيما. بغيت نسولك اختي، واش الكزيما ناشفه ولا كتسيل بالماء؟ يعني ناشفه ولا فيها الماء؟ واحد الحاجه اللي بغيت نقولها لك وما كتبقاش في مطاع واحد فراسه كتنقل. مثلا هاد السيمانه عندها في الجهه، سيمانه اخرى كنجبرها هنا كدور لها فراسه. نعم يعني هذه مهديه ناشفه. لا ماشي معدية، لان هنا كتكون كان نوع من كنهضروا حنا دائما كنرجعوا للمناعه، فالبنيه المناعه ديالها هابطه. وشنو كيوقع دوك الاماكن اللي كتكون فيهم المناعه، يعني في الفروه ديال الراس كيبان فيهم هذا المشكل هذا ديال الكزيما كل مره فين كتبان، لان دوك الهيستامينات اللي كيكونوا دوك اللي كيسببوا لنا الافرازات كل مره فين كيتنقلوا لينا في الراس ديالنا. فالنصيحه اللي غنصحك كما قلت لك، غادي تتبعي الامور اللي عطاك الطبيب بعد ديال الادويه. المساعده غادي ناخذوا معلقه صغيره ديال الزيت الطبيعي ديال الزعتر، معلقه صغيره ديال الزيت الطبيعي ديال الخزامه، معلقه صغيره ديال الزيت الطبيعي ديال الارز، اذا ثلاثه ديال يعني معلقه صغيره من كل حاجه، وغادي تخلطهم مع ثلاثه المعالق كبار ديال زبده الكاريتي في حمام مريم. تيتخلط هذه الخليطه هذا مزيان، ومن بعد هذه الخليطه وهذه الكريمه اللي كنحصلوا عليها كنوليو ناخذوا شويه منها وكندهنوها على الفروة ديال الرأس وديال البنيته ولا ديال أي أخت كتسمعنا عندها هذا المشكل، ولا عند شي واحد في الأفراد ديال الأسرة ديالها كيدهن في هذه البلاصة اللي عنده فيها هذا المشكل ديال الكزيما يوميا بالليل، وما كيقطعش هاد الوصفة حتى كتحس أن الكزيما بدات كتبهات بدات كتمشي، وديك الساعة يمكن له يقطع هذه الوصفة هذه. وتهلا في بنيتك. ملي كنقولوا المناعه كتكون منخفضه، الناس اللي عندهم مشكل ديال الكزيما، شنو هي الوصفه اللي كتشرب اللي ممكن تساعدهم دكتور عماد؟ فهنا غادي نعطي وصفه للاكل، ناخذوا العسل الحر والحبه السوداء ورجعوا للزنجلان. اذا معلقه كبيره ديال الزنجلان، معلقه كبيره ديال الحبه السوداء مطحونه ومغربله في الغربه الرقيق، الحبه السوداء وليست بالشانوج. وغناخذوا الرابعه ديال العسل الحر، واخا يكون ديال الليمون ماشي مشكل، كنخلطوا هذه المكونات. وليدات صغار من 60 حتى 13 عام، معلقه صغيره في الصباح معلقه صغيره في الليل، والكبار كياخذوا معلقه كبيره في الصباح معلقه كبيره في الليل نص ساعه بعد الاكل. تهلا في بنيتك لطيفه، تحيه كبيره ليك من طنجه. غادي نمشيو لاسفي، معنا كوثر من اسفي. صباح النور. صباح النور اختي سعاده. اهلا. السلام عليكم اختي سناء، كديره لاباس؟ الحمد لله الحمد لله، الله يبارك فيك كوثر. بخير اختي، الله يبارك فيك، مرحبا. اخويا عندي واحد السؤال، الشعر ديالي قطع شو ما بقاش كيطوى ليا. درتي ليه شي عمرك درتي ليه شي ماده كيميائيه شي صباغات؟ لا ما كنصبغش كاع، واني كندير الزيوت. كندير زيت اللوز، زيت ديال الزنجلان. كي كديري لهم شنو كدهني؟ كل زيت بوحده ولا كتخلطيهم؟ لا كنخلطهم بجوج وكندهن بهم فاش كنكون غادي للحمام. وشحال كتخليهم في شعرك؟ كنخليهم ساعة. ساعة واخا. إذا عندك مشكلة أن الشعر ما كي واخا التغذية ديالك مزيانة، ما عمرك عانيتي من شي مرض، فقر الدم، شي مرض، شي حاجة؟ أنا عندي فقر حين تسدرت جاني إجهاد. إذن حنا عرفنا دابا السبب، لان حتى الحديد ملي كيكون ناقص في الداس كياخذ واحد المخديتي الدواء ديالك. دابا عندك دابا الامور مزيانه. عندي لي واحد السؤال ثاني. نعم دابا غير السؤال، واش باقي عندك الامور مزيانه؟ يعني الحديد ما صافي دابا درتي التحاليل ديالك الامور بخير؟ عندي كلشي مزيان، درت التحاليل. ايوا الحمد لله. واخا قال لي كلشي مزيان الحمد لله. الحمد لله. انا من مكناس كوثر، صباح النور. الله يخليك. بغيت نسول خويا عيمان، عندي واحد خويا كبير. أيه. جات التونيا في راسو بزاف ايام، يدوز ايام هذا والو. وشحال هذه دابا؟ شحال تقريبا بالمده؟ في عام وشي حاجه. عندها في الراس ما عندوش في اللحيه ديالو؟ لا في اللحيه، جات في اللحيه دابا، اللحيه من دوز داك الشيء بس كتكبر شي شويه، ولكن الشعر ان شاء الله مازال لو كتاكل له في راسه من القدام ومن الله من القفه ديالو من القدام جهه الجبهه. هي بس كتكبر شويه. واخا اذا غادي ياخذ زيت الخروع. الخروع. زيت الحبه السوداء. الحبه السوداء. وزيت اليازير. اليازير. صافي ثلاثه ديال الزيوت، زيت الخروع غياخذ معلقه كبيره. زيت الحبه السوداء جوج معلق كبار. وجوج معلق كبار ديال الزيت الطبيعي ديال اليازير، غيخلطهم مزيان، غيديرهم يدفاو في حمام مريم واحد شويه، كل ما يبغي يستعمل هذه الوصفه غيدير هذا الخليط يدفى.
ياك غير يدفى شويه يعني يحس به سخن شويه ويهز منه ويدير واحد الماساج في البلاصه اللي عنده فيها التونيا. بالنسبه للاخ ديالك وبالنسبه للاخوات والاخوه اللي عندهم هذه المشكله هذه ديال التونيا يديروا هذه العمليه مساج دائري في البلاصه اللي عندنا فيها التونيا مده ديال 10 دقائق ويخليها 40 دقيقه هي ساعه قل ثلث يعني 40 في 10 هي 50 ساعه قل قسمين عفوا. ومن بعد كيغسل الوجه ديالو غيديرها الا كان في الوجه غادي يديرها يوميا وغيداوم عليها مده ديال 4 شهور لان التونيا كتاخذ واحد المده باش كتنوض والامور غتكون بخير ان شاء الله. كوثر واش الاخ ديالك تيدير الكاسكيطه ولا شي طربوش؟ ما كيدير حتى شي حاجه كيدير لا كاسكيطه. نعم نعاود نطرح لك السؤال واش التونيا معديه فبالتالي اللي كيدير الكاسكيطه او الطربوش ما خصش حد اخر يلبسهم معاه؟ فكاينين بزاف الانواع غير هو تفاديا يعني للسلامه ان الانسان يكون فيه غير التونيا اللي حنا ما كنعرفوش واش كتكون من النوع اللي كيعدي ولا كيعدي وما كيعديش. من الاحسن ان ما يتقاسمش هذه الامور هذه في يعني بيناتهم. بقات لنا ربع ساعه بغينا نعرفوا شنو هي الخلطات والوصفات اللي جربتوا للحصول على صباغه طبيعيه باللون اللي كتبحثي عليها للا. واش هذيك الوصفات اللي جربتي عطاتك نتيجه مرضيه او بعض المرات كتقدري يكون عندها تاثير سلبي على الشعر ديالك؟ وشنو هي كذلك الالوان اللي كتبحثوا عليها؟ من مدينه الرباط ربيعه، اهلا بك ربيعه. السلام عليكم، شكرا لاباس عليك. الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يخليك. بغيت غير نسولك انا باغا سونت امونياك، واش اي باغا اون كولور سونز امونياك؟ وي اي، ولكن ملي تنديرها كتقصي ان سمان ولادو كتبدا الشعر ابيض باين. اشنو اللون اللي كتبحثي عليه ربيعه؟ هذا اكاجو. اكاجو اي. دكتور عماد شنو نقولوا لربيعه؟ نعم، فهذيك المساله ديال ان الصباغه ملي كتسونز امونياك كتاخذ واحد يعني سيمانه وكتحيد لان ما كيكونش فيها المواد اللي كتعطي لها فيكساسيون، فهذا دليل على انها راه صباغه طبيعيه. بالنسبه للون اكاجو اذا غناخذوا الكركادي. اذا هذه الوصفه اللي غادي تعطينا الان. نعم. هي أكاجو. للحصول على اللون اكاجو اللون الاحمر. نعم، اذا غناخذوا الكركادي، غناخذوا الورد البلدي، عصير الباربه، وزيت الزيتون. اذا الكركادي كناخذوا معلقه كبيره، معلقه كبيره ديال الورد البلدي مطحون، عصير الباربه كناخذوا منه نص كاس صغير، وكاس صغير ديال زيت الزيتون. هاد المكونات كاملين كنحطهم في حمام مريم مده ديال 30 دقيقه نص ساعه باش كتطلق المكونات، باش المواد اللي كتعطينا الصباغه تطلق مزيان في هذاك زيت الزيتون، وخاصه ديك الماده ديال البيطاين اللي عندنا في الباربه حتى هي تطلق لينا مزيان. ومن بعد كنخلطوا هذه المكونات، كندهنوا بهم الجلده ديال الشعر ديالنا وشعرنا، وكنخليهم مده ديال ساعه. من بعد كنغسلوه، العمل اللي كنديروه جوج المرات في الاسبوع، وكنداوموا عليها على الاقل واحد المده ديال 4 شهور لان كنعرفوا الصباغه الطبيعيه كتاخذ واحد الوقت. وهذاك المحلول الا بقى لينا كنديروه في الثلاجه ولكن جوج ديال الاسابيع فقط، اذا 4 ديال الاستعمالات فقط، ونعاودوا نديروا محلول اخر. وعندنا ايضا خديجه اللي كانت كتسولنا على اللون البني. اكيد، فهنا الوصفه اللي عطينا في اللون البني، الحناء غناخذوا الوراق ما غاديش ناخذوها مطحونه، وهنا الحناء ما غتاثرش على الشعر لان ناخذوا 10 ديال الوريقات ديال الحناء حيت هما اللي كيعطيونا ديك لا فيكساسيون، لان خصنا واحد الماده اللي كتثبت لينا التلوين على الشعر ديالنا، فحنا هنا غنستعملوا لا لوسين الماده ديال الحناء كنستعملوها كماده مثبته. اذا قلنا قهوه سريعه الذوبان كناخذوا منها معلقه كبيره، 10 ديال الوريقات ديال الحناء، ورقه ديال سيدنا موسى، بودره الكاكاو غناخذوا منها معلقه صغيره، وزيت الزيتون كاس صغير ديال زيت الزيتون، لان غيكون هو المحلول اللي كندهنوا به وكيكون المحلول المثبت. اذا قلنا قهوه سريعه الذوبان معلقه كبيره، 10 ديال الوريقات ديال الحناء، ورقه ديال سيدنا موسى، بودره الكاكاو كناخذوا منها معلقه صغيره، وزيت الزيتون كاس صغير. المكونات كنخلطوهم كنحطوهم في حمام مريم مده ديال نص ساعه، من بعد هذا الخليط كندهنوا به الجلده ديال شعرنا، وشعرنا كنخليوه ساعه وكنغسلوه. العمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع، وكما قلت على الاقل واحد المده ديال 4 شهور. هذا باش يعطي اذا للسيدات نتيجه قويه. اكيد، هذا التلوين البني. نعم، اذا النغام وكل الاخوات اللي كيسولونا الان مباشره غادي تحصلوا على اللون البني. غادي ناخذوا مباركه. السلام عليكم. وعليكم السلام سي سناء. اهلا ومرحبا بك سي سناء. انا كنت دايره ديك الصباغه الملونه شعري اييه،
ودابا بغيت نحيدها، وبغيت نعرف الدكتور عماد واش زعما